السلام عليكم، أهلا وسهلا بجميع الحضور. معنا كم شخص هون إن شاء الله؟ معنا تقريبا 60 شخص. أهلا وسهلا فيكم جميعا وبتشرف فيكم. أول شيء حابب أعرف بنفسي، أنا محمد أمين يحيى، حاليا طالب طب في المرحلة الرابعة وبدرس طب في جامعة الصين الطبية، ويعني صار لي في الصين مدة 4 سنوات. كمان إدارة الصفحة هاي بتكتب ود على هالاستضافة الجميلة، وشكرا على السعي هذا منكم. ومثل ما بتعرفوا أو قرأتوا بالمنشور اللي شفتوه على الفيسبوك إنه أنا كمان صانع محتوى ومؤثر على اليوتيوب، فعندي قناة على اليوتيوب، ما بعرف إذا أغلبكم بتعرفوها ولا لا، بس إن شاء الله بنهاية اللقاء بنحط لكم رابط تروحوا تشوفوا القناة، عشان إن شاء الله بهذا اللقاء راح نحكي لكم محتوى قريب لمحتوى اللي أنا بشاركه على قناتي في اليوتيوب، اللي هو كله متعلق بالدراسة، كيف الواحد يحاول يزيد إنتاجيته ويحاول يكون يعني شخص نافع أكثر في الحياة، فإن شاء الله يكون هذا اللقاء مفيد لنا لكم. فمثل ما قرأتوا في العنوان، إن شاء الله حيكون عنوان يكون بيدرس بذكاء، كيف الواحد يركز بدراسته أكثر. فراح يكون في عنا أكثر من نقطة نتكلم عنها، وإن شاء الله تستفيدوا. وبالنهاية لو عندكم أي سؤال حيكون في فقرة للأسئلة، فلو حد فيكم حابب يشاركني بسؤال ولا شيء، يعني تكونوا مرتاحين لكم تطلبوا أسئلة هون، أو لو ما كان وقت يكفي تسألوني على مواقع التواصل إن شاء الله برد عليكم. فنبدأ أول شيء، بدنا نفكر بموضوع الدراسة وموضوع التركيز، ولما الواحد بده يحقق هدف هو عم يسعى له، أول شيء بده يبعد شوي عن موضوع الدراسة ونحاول نفكر بعلاقتنا مع ربنا سبحانه وتعالى، نوطد علاقتنا مع ربنا سبحانه وتعالى، نكون ناس قريبين لربنا إن كان بالصلاة، الصلاة طبعا أهم شيء، وبعدين الدعاء، دائما الواحد يتضرع لربنا سبحانه وتعالى بالدعاء إنه ربنا يفيده ويجعل هذا العلم عبادة ويجعل طلب العلم هذا فيه بركة. وثاني شيء انه الواحد يحاول يبدا اي سيشن بقراءه القران، يعني قبل ما ابدا دراسه انا يكون مثلا عندي القران الكريم جنبي، اقرا لي صفحه بتساعدني انه هيك بتجيني سكون وراحه نفسي، وربنا ان شاء الله بيعطينا التوفيق. ف راح احاول دائما تركزوا على النقطه هسه دوني كثير كثير بتفيد. خلينا ندخل على النقطه الثانيه، لحتى الواحد انه يكون مركز بدراسته ويكون شخص اصح، بدي احكي لكم انتوا لو حابين انكم خلال فتره اللي انا بتكلم معكم بهذا الجلسه انكم تاخذوا ملاحظات لحتى لو حبيته وبعدين تستفيدوا منها، لانه سالوني هذا الكلام بحكي لكم اياه ما بيوم ولا بيومين تعلمته، اخذ مني مسيره يعني 3 و4 سنين لحتى اتعلمه، فيعني قيم جدا انكم تاخذوا ملاحظه ولا تحتفظوا بالكلام هذا لعل وعسى انه يفيدكم بالمستقبل. وثاني نقطه حابين نحكي عنها نرجع لموضوع اللي هو موضوعنا اللي هو الحافز الدراسي، انا لما بدي ادرس او بدي انجز عمل معين انا لازم يكون في عندي حافز يدفعني، انا ما عم بشتغل بدون اي طاقة، أو مثل ما السيارة محتاجة البترول لحتى تمشي، أنا كمان كشخص محتاج البترول أو الطاقة اللي تزودني بالحافز الدراسي اللي أنا بدي إياه. فالحافز الدراسي لازم تكون مركز عليه، وكل شخص يكون في عنده حماس وحافز داخلي. طبعا ما فيني أقول لك إنه هذا هو الحافز تفضل خده، إنه يكون مثلا أعطيك إياه بالملعقة مثل ما نحن بنقول، لازم يكون هذا شيء نابع من كل شخص فينا، الحافز تختلف من كل شخص لشخص. فلنفرض في واحد عم يدرس في كلية الطب، هدفه او حافزه انه خليه يكون مثلا شكلك انت مثلا بعد 10 سنين كطبيب ناجح، والناس عم تسالك الاسئله وانت عم تجاوبهم وعم تحل الحالات وعم تساعد المرضى وعم تنقذ الناس، هذا الشكل الطبيب بالمستقبل المفروض يكون هو الحافز اللي انت عم تسعى له، وعم توعد نفسك انه ان شاء الله خلال فتره 5 سنوات من الان 10 سنوات من الان انا اكون هذا الشخص اللي في المستقبل ان شاء الله حكونه. نوع ثاني من الحافز ممكن يكون شخص انت بتحبه وحابب يكون فخور فيك، مثل اهلك، مثل الناس اللي بتحبهم، زوجك، صديقك، بدك الناس هذول يكونوا فخورين فيك في المستقبل عشان يقولوا انه هذا ابننا ونحن نفخر فيه. وخلي هذا الشيء انه حافز في بالك، عشان انه الواحد لما يقدم على فعل شيء يكون في دافع عم يدفعه هذا الامر. تمام، انتهينا من موضوع الحافز، وخلي نتاكد انه يكون في عندنا حافز كمان نبدا. انا بالنسبة لي دائما بكون في عندي مثل عبارات صغيرة بتساعدني على الدراسة، بتحسني على الدراسة، ولكن الحافز الأكبر اللي عندي إياه هو إني أخلي أهلي فخورين فيني بالمستقبل، وأخلي نفسي أنا فخور في نفسي، لأنه أنا حب أطلع على نفسي بعد 10 سنوات بعد 20 سنة من الآن، بدي أشكر نفسي إني أنا كونت هذا الشخص. فمن الآن كل واحد كان له خطة تحفزه لإنجاز هذا. تمام، ننتقل للنقطة الثالثة بعد الصلاة والدعاء
وعلاقتنا بربنا وبعدين الحافز. النقطة الثالثة هي نقطة الهدف. حلو أن الواحد يعرف هدفنا. تذكروا لما كنا صغار بالمدرسة صف أول ثاني مثلاً، حتى في بعض الناس في المراحل الثانوية، نروح المدرسة وإحنا ما عارفين شو هو هدفنا في الحياة، يعني بس بنروح بنداوم ونرجع وبننام وبندرس وبنرجع نمتحن، بس ما نعرف شو هو هدفنا بالحياة، ليش إحنا عم ندرس، ليش إحنا عم نسعى، أنا شو هدفي في المستقبل، أنا شو هو الشيء اللي عم بسعى له. فحلو إن الواحد يحدد هدفه، حتى لو أنت كنت في الجامعة عم تدرس التخصص الفلاني، ما يكون مثلا هدفك انه فقط انا بدي اتخرج من الكليه هاي عشان اعمل بعمل بسيط وكذا. يعني فلنفرض انت عم تدرس اي كليه كانت، ما بدي اضرب امثله حاليا، بس خلي يكون هدفك يعني عالي جدا. يعني بيقول لك انه خلي هدفك في القمر وممكن تسقط على النجوم، والنجوم لسه ما زالت يعني شيء جميل. فانه خلي الواحد هدفه عالي، فهذا تحديد الهدف من البدايه بيساعدك انك تكون مصر على انجازه، ويكون في عندك مثل هدف او نقطه تحدد عليها كل طاقتك كل قوتك. فنفرض الهدف اللي عم بسعى له انه يكون انا طبيب مثلا في المستقبل، انا عم اقول بعد 10 سنوات انا حكون طبيب ان شاء الله بهذه الصفه بهذه المواصفات بهذا العلم ان شاء الله، هي كانت الهدف اللي انا عندي. فانا من الان كل شيء مهيئ فيني لحتى اني اوصل لهي النقطه. اما لو قارنت حد ثاني مثلا ما عنده هدف، ما عم يسعى لشيء معين، حتكون الحياة عم تروح هباء، وهو ما عم لما خلال الوقت اللي هو عم بيمارس في كل هالأنشطة من الدراسة والعمل وهذا، حيكون إنه ما في أي له أي معنى، لأنه ما عم يوصل وما عم يصب في هدف معين. فخلينا نحدد هدفنا من الآن، كل واحد فينا يعرف الهدف هو شو. تمام، الآن ننتقل للنقطة الرابعة واللي هي متعلقة بالهدف. طيب أنا عندي هدف، طب أنا كيف أحقق الهدف؟ أنا لما بتحقق الهدف طبعا لازم يكون في خطة. الخطة اللي بتخليني أحقق الهدف ممكن تتغير، أما الهدف لازم ما يتغير. وأنا إحنا عم نتعلم نتكلم عن معادلة فيها متغير وفيها ثابت. الثابت فيها هو الهدف، بس المتغير فيها هو الخطة. في ناس مثلاً أول ما يحط خطة لحتى يحقق هدفه، أنا راح أدرس اليوم 5 ساعات، بعدين بكرة راح أدرس 10 ساعات، وبعدين لما وقت الامتحان راح أدرس 12 ساعة. بيجي لحتى يطبق الخطة على أرض الواقع بيلاقي إنه الموضوع صعب شوي، فينحبط وخلاص بيقول لك أنا فشلت أنا ما راح أكمل. بس الخطأ بهذا الموضوع انك انت اتبعت الخطة الخاطئة، ما انك انه هدفك كان خطأ، ما لانه طاقتك كانت خاطئة، بس كان مجرد انه تغيير الخطة ممكن ينفعك. فالخطة خلوا في بالكم انه خطة ممكن تتغير ولازم تتغير، لانه ما في خطة مثالية، ما في خطة شاملة لكل شيء ومواصفاتها يعني خارقة. اما الهدف ما لازم يتغير الا لو كانت انه انت وصلت له، او مثلا حسيت انه الهدف هذا صعب عليك شوي او بعيد عن طاقاتك وانت بتفكر بهدف. بس هدفك لازم يكون ثابت، خطتك ممكن تتغير. الخطة الأولى ما نفعت، بجرب خطة بي، خطة بي ما نفعت، بجرب خطة سي، خطة سي ما نفعت، وبكمل كل ما أسقط أحاول إني أقوم وأحاول مرة أخرى مرة أخرى مرة أخرى. فإن شاء الله بالنهاية الخطة تساعدنا. خليني أنتقل للنقطة الخامسة، والنقطة الخامسة هي إنه الواحد يحاول يقسم المهام هو عن مين. خطة إنه الواحد يحاول يقسم المهام هو وعم يحاول ينفذ الخطة هاي. ما أحط مثلاً خطتي إني عم نتكلم على نطاق الدراسة، ما أخلي خطتي إنه أنا مثلاً راح أدرس شابتر كامل خلال ساعة واحدة من الزمن. أنا خلني أقسمها لمهام صغيرة لحتى لما أجي أنجز المهام هاي يكون أنا عم أشوف إنجاز بسهولة أمامي. فلنفرض أنا عندي مثلاً 3 شابترات في مادة معينة وأنا لازم أخلصهم خلال هذا اليوم. انا ما بروح بكتب انه مثلا في ساعه واحده انا راح اخلص ال3 شباتر، او مثلا على طريق الثابت على التو ليست تبعي بروح اكتب انه انا راح اخلص الشابتر الاولى بعدين الشابتر الثاني بعدين الشابتر الثالث. لا، احاول اقسمهم لاقسام اصغر. مثلا احكي اول 3 صفحات من الشابتر، بعدين ثالث 3 صفحات من الشابتر، وهكذا بخلي الاهداف صغيره جدا حتى كل ما انجز هدف اطلع على الخطه تبعتي واشوف نفسي انا عم انجز اشياء اشطبها واحس بالانجاز. فتوكلوا على الله، ابدأوا خططوا خطة معينة في حياتكم، وإن شاء الله تكون تفوز الهدف تبعكم وتنجحوا بالتحقيق. تمام. النقطة اللي حابب أحكي عنها بعدها إنه الواحد لما يجي يدرس لازم يكون في عنده اختيار مناسب لطريقة الدراسة اللي هو حابب يستعملها، لأنه نحن أدمغتنا مختلفة، مو كل الأدمغة أو الأشخاص مختلفين، وطريقة الفهم طريقة إنه كيف دماغنا بيمتص المعلومات وبيخزن المعلومات مختلفة من شخص لشخص. فأنا مهمتي إنه أنا أكتشف كيف الطريقة اللي مخي بيفهم فيها المعلومات بأكثر طريقة فعالة،
كيف مخك يقدر يستنبط المعلومات ويحفظها ويخزنها لفترة كبيرة من الزمن، حتى أنا بعدين أقدر إني أطلع المعلومات هاي مرة تانية وأستعملها في الامتحان ولا في تطبيقي الوظيفي. بس المهمة صعبة إنه الواحد يكتشف دماغه كيف بيعمل، فلازم يجرب كثير أشياء لحد ما آخر شيء يكتشف شو هي الطريقة الأكثر فعالية بالنسبة لدماغه. طبعا رح أحاول أشارك معكم أكثر الطرق الفعالية. طبعا دخلت في مسيرة لا تسألوني عنها، مسيرة كثير كثير طويلة في البحث عن الحقيقة في الطرق المفيدة للدراسة والطرق اللي بتفيدني أنا كمان. إني جربت إني أقرأ كتب، إني أسمع الفيديوهات، أسمع المحاضرات، أدرس مع صديق، أدرس بالطريقة الفلانية، الطريقة الفلانية، في منهم ينفع معي، في منهم ما ينفع معي، فراح أحاول أشارك معكم أكثر الطرق اللي حسيتها مفيدة. تمام، الطريقة الأولى اللي حابب إني أشاركها معكم اللي هي طريقة الدراسة الباكورد ليرنينج، أو أنا حكيت عنها في آخر فيديو عندي في القناة اللي اسمها الدراسة بالمقلوب. الدراسة بالمقلوب إنه الواحد لما يدرس يحاول إنه يبدأ بالأسئلة قبل ما يبدأ بالإجابات. يعني شو معنى هذا الكلام؟ أنا ما بدي أروح أبدأ دراستي أمسك محاضرتي ولا كتابي وأبدأ قراءة من الأول، أنا بدي أحاول إني أبدأ بالأشياء اللي تحفزني على الدراسة. من هذه الأشياء اللي حتى حفزني على الدراسة إني أبدأ بالأسئلة. أنا شخص ما درست التوبيك هاي ولا عمري درستها ولا عمري سمعتها أول مرة، لو مسكت الأسئلة وصرت أقرأ قلت مثلا ما هو الشيء الفلاني، هذا كان سؤال. طبعا أنا شخص ماني ملم بالمادة ولا درستها أبدا، فأنا بدأت في الأول السؤال خلق في مخي جولة، صرت أفكر شو ممكن يكون هذا الشيء، صار في عندي حافز بسيط أنه أنا بدي أعرف هذا الشيء. كملت أنت بمسار الأسئلة. بعدين في ناس ممكن يحسوا بشوية إحباط، لأنه أنا لما بكون عم بدرس أنا المفروض أني أجاوب الإجابات كلها صحيحة، المفروض أنه أنا عم أطبق الأسئلة هاي، فلازم أطبق المعلومات، فلازم تكون أسئلة أغلبها صحيحة وأحس أنه في ثمرة للدراسة اللي أنا عم بدرسها. بس أنت لما تلاقي نفسك أنه الدراسة ما عم تطلع منك أجوبة صحيحة، فراح تتحفز أنك تروح وتدرس أكثر وتهتم بدراسة. هذا كان عن موضوع الدراسة بالمقلوب. أنا عملت عنه صراحة فيديو كامل في يوتيوب، اللي حابب يروح يزور قناتي على اليوتيوب، ما بعرف لو مدير صفحة يترك الرابط تبع الفيديو ولا شيء، خلني أروح يروح الشخص ويشوف الفيديو. الفيديو كامل فيه تفصيل أنه كيف واحد يقدر يدخل على طريقة الدراسة بالمقلوب. ووجدت لكم مثال من موقع أنا بستعمله، موقع طبي اسمه لكتوريو، هو موقع مثل جامعة طبية موجودة على الإنترنت، توفر لكم فيديوهات تعليمية وأشياء مثل ما أولى هنالك من الفيديوهات التعليمية، الأسئلة، الكوزات. فجربت هاي الطريقة ونفعتني صراحة، وأنا حبيت أني أشاركها مع الناس فعملت هذا الفيديو. فاستغنوا الفرصة وروحوا إن شاء الله تفيدكم الطريقة هاي. بعدين في طريقة تانية حابب أحكي لكم عنها في الدراسة، بس حابب أني أطلعها من الإنترنت حتى أقرأ لكم إياها. في طريقة في الدراسة اسمها SQ3R. SQ3R تعتمد على خمس مراحل دراسة. الواحد فيه انه approach، انك تقدر توصل لمعلومة وتخزنها براسك وما تنساها ابدا. فهي الطريقة حتى انا حابب اقول لكم اياها، اتوقع انتم ما فهمتوا الكلمة مني، لو فيني ادخل على الشات هون. الطريقة اسمها SQRRR، بعت لكم اياها في الشات. الطريقة هاي انه الشخص اول شيء يمر بمرحلة الاس اللي هي السمري. سمري انك انت تمسك المحاضرة او الشيء اللي انت حابب انك تدرسه وتدخل عليه بمثل نظرة هيك سريعة تصفحية في البداية، فتبدأ تتصفح الشيء هذا على طريقة سمري، ما تركز بالتفاصيل، بس اقرأ العناوين، اقرأ رؤوس الاقلام، اقرأ الاشياء اللي ممكن تعطيك فكرة شو هو الدرس يكون عبارة عن، بس ما تركز بالتفاصيل ابدا. وهي الطريقة ممكن تاخذ معك، هاي الخطوة اللي هي السمري اللي هو اول حرف ممكن ياخذ معك من 5 إلى 10 دقائق ما اكثر، ما لازم تزت معك بالتفاصيل ابدا. فبعد ما سويت هاي النظره التصفحيه لكامل المحاضره بترجع انت للخطوه الثانيه. الخطوه الثانيه اللي هي كيو، وكيو هو معناه كويستشن او سؤال. فانت بتبدا تروح بتمر على المحاضره مره ثانيه، وبخلال هاي النظره التصفحيه الثانيه بتصير تخلق اسئله. فمثلا انت بتشوف فقره مثلا عنوانها امراض الجهاز التنفسي في النقل، انت بتخلق في مخك سؤال بدون ما تقرا التفاصيل، ما هي امراض الجهاز التنفسي؟ ما هو اكبر مرض متعلق بالجهاز التنفسي؟ بعدين انت بتمر، بعدين بيقول لك انه مثلا بيبدا يشرح لك عن الاشياء بالتفصيل، بيقول لك مثلا المرض الاول مرض الالتهاب الرئوي المزمن، فانت بتقول ما هو الالتهاب الرئوي المزمن؟ ما هي اعراض الالتهاب الرئوي المزمن؟ بدون ما تقرا تفاصيل، بس انت بتخلق في راسك تساؤلات تساعدك انك انت لما تجي تدرس
في عندك هذا الحافز، يكون في عندك هاي الفكرة العامة حتى انك تبدأ وتبدع في الدراسة. تمام، هاي هي كانت المرحلة الثانية. خليني ادخلكم على الموقع اللي مشروحة فيه هاي طريقة في الدراسة، واقرأ لكم كل حرف يعني شو. الحرف الثالث اللي هو حرف R، هما في ثلاثة R حكينا، أول شيء S و Q وثلاثة R. الحرف R الأول اللي هو Read. هلا أنا ببدأ في مرحلة إنه أنا أقرأ المادة تمعها، أنا ببدأ المحاضرة من أولها وببدأ إني أقرأ على أساس إنه أحل التساؤلات. هلا بيطلب إني أعيد، أبعيدها بس أخلصها. الحرف R إنه أنا أبدأ أعيد التساؤل، أقرأ المحاضرة مثل كلمة Read، أقرأها صفحة صفحة سطر سطر، أروح التفاصيل الموجودة فيها، وبعدين أحاول إني أجيب على كل التساؤلات اللي كانت في مرحلة كيو. تمام، خلص قدم محاضرة كاملة. في هاي المرحلة ممكن تأخذ معي ساعة لساعتين لثلاث ساعات حسب حجم المحاضرة، حسب حجم الدرس اللي بتعمله. تمام، نجي هلأ على الآر الثانية، هما ثلاث آراء. الآر الثانية اللي هي ريسايت، الحفظ. أنا بروح وبحدد على الأشياء اللي أنا لازم إني أحفظها، الأشياء المهمة، الأشياء اللي حتفيدني وبحفظها. فحيجي كلمة ريسايت اني احفظ اشياء المهمة. بعد اني قرأت كل شيء بجي على الاشياء المهمة وبحاول اني اخزنها في ذاكرتي قصيرة المدى. تمام، تجي المرحلة الثالثة اللي هي R3 اللي هي ريفيو. ريفيو اللي هي المراجعة. اغلب الناس بيحبوا ياخروا هاي المرحلة لفترة بعدين، لانه بيقول لك ان التكرار المتباعد او اني اراجع المادة هاي فترات زمنية متقطعة بيساعد اكثر على فهم المادة، فبيفضلوا انه يتركوا مرحلة R لبعدين مثلا بعد يوم يومين. بس انا عن نفسي بحب انه اخلي المرحلة هاي ممكن انه ريفيو اليوم وريفيو بعدين عشان اني اتاكد اني انا فهمت الشيء هذا. فبتكون المرحلة الثالثة اللي هي R3 اللي هي ريفيو. نرجع عندهم على السريع عشان في ناس عم يقولوا انه ما لحقوا يفهموا التوبيك كلها. حيكون في عندنا S Q R R R. الاس الاولى اللي هي سيرفي او سمري. سيرفي بسرعة معناتها اني راح امر على كل المحاضرة على كل العناوين العامة بس اقرأهم تصفح سريع، حتاخذ معي من 5 ل 10 دقائق ما اكثر بدون تركيز بالتفاصيل. المرحلة الثانية اللي هي كيو اللي هي كويستشن او السؤال. انا بمر على المحاضرة كمان راح تاخذ معي من 10 لربع ساعة، 10 دقائق لربع ساعة ما اكثر، بمر على كل العناوين وبحاول اني انشئ منها سؤال. مثلا شفنا لكم مثلا مرض الالتهاب الرئوي، بقول ما هو مرض الالتهاب الرئوي، بعدين بشوف مكتوب مثلا طريقة العلاج، أقول ما هي طريقة العلاج، نقول بحاول أنشئ هاي التساؤلات. ممكن أكتبها على ورقة جنبي حتى بعدين أرجع لها، بس مو مهم إني أكتبها، المهم إنه أنشئها في مخي لحد تطلع لي هذا التريجر أو الحافز اللي أنا يساعدني إنه أدرس، وتأخذ لي كل الأتنشن لحتى إني أحل الأجوبة هاي، وأكون بنهاية هذا اللقاء وبنهاية هاي الدراسة السيشن اللي عم بعمله جواب على كل الأسئلة. بجانب ثلاثة آز، الآر الأولى اللي هي ريد واللي هي المرحلة اللي تكون أطول واحدة اللي هي مرحلة الدراسة المتعمقة، تدخل بكل التفاصيل، تحاول تقرأ كل شيء بعنق المادة، تفهم كل شيء. بعدين نجي على المرحلة الآر الثانية اللي هي ريسايت، بتروح على الأشياء المهمة وإجابات الأسئلة اللي أنت سويتهم وبتحاول إنك تحفظهم في الذاكرة قصيرة المدى. وبعدين المرحلة الآر الثالثة اللي هي ريفيو، إنك تراجع كل شيء أنت سويته. فبهالطريقة تكون سويت ألمت كل المادة، وإن شاء الله بهاي الطريقة لو طبقتها بحنفيها ما راح تنسى أي شيء أنت درسته. فحتى لو كتبته في جوجل، لو كتبته في جوجل S Q R R R بطلع لكم هاي الطريقة كتير معروفة كتير مشهورة. تمام، نجي هاي كان مثالين عن طرق الدراسة اللي هم طريقة الدراسة بالمقلوب وبعدين طريقة S Q R R R. في كتير طرق الدراسة بتفيدكم يا جماعة، حاولوا تدربوا تدرسوا مع مجموعة، تدرسوا مع أصحابكم، تحاولوا تعملوا فلاش كارد، تستعملوا فلاش كارد ولا لا، لأنه تقوم تكتبوا الأشياء اللي راح تدرسوها على ورق، وتكتبوا مثلا السؤال في طرف وإجابة السؤال في الطرف الثاني من الورقة، وبعدين تحاولوا تاخذوا الورق وتسترجعوا المعلومات. في كثير طرق، يعني لو قعدنا نتكلم في الموضوع ما حنخلص. فالمشكلة إنه ما كل طريقة بتناسب كل شخص، فأنتوا لو واحدة من هدول الطرق ما فهمت، ما فادتكم، ما اهتميت ومخكم ما إنه انتفع فيها، حاولوا إنكم تدخلوا وتدوروا على غيرها في الإنترنت، راح تلاقوا شيء هذا، راح تتغلبوا شوي بعدين راح تلاقوا ورق. تمام، خلينا نتكلم بعدين رقم 8 النقاط اللي عم ندرسها هلا مع بعض. طريقة تنظيم الوقت خلال الدراسة، أو إنه كيف أحاول أطلع أكثر كمية تركيز من الدراسة اللي عم ندرسها. طريقة
ضيافي والمتابعين الموجودين بكم من قناتي والموجودين على اللايف، راح يحبكم على قد انا بحكي عن طريقتكم ودور الفيديوهات تبعيتي، وكثير انا بحاول اشجع الناس انهم يستعملوها، حتى عندي في البيت والدتي لانه هي بتحفظ قران، فخلال فترات اللي بتحفظ فيها قران بتستعمل طريقه البومودورو اللي انا بستعملها، فاللي ما بيعرف شيء طريقه البومودورو خليني اشرح لكم عنها بسرعه بالمختصر. اول شيء راح اشرح لكم شو الطريقه، بدنا اشرح لكم السبب العلمي ليش هي طريقه فعاله. اول شيء طريقه البومودورو بتعتمد على انه مخنا يدرس بطريقه بتركيز مركز 100% لمده 25 دقيقه، وبعدين ياخذ استراحه بعيد عن الدراسه والدراسه والتركيز فترات قصيره من الاستراحه في النص، اني ابعد عن الدراسه، ابعد عن كل شيء ممكن يشتت مخي عن الاستراحه اللي انا باخذها، وبعدين ارجع للدراسه مره ثانيه. ليش نحن بنستعمل هذه الطريقه؟ شو الهدف؟ ليش اختاروا 25 دقيقه بس؟ راح احكي لكم قصه. في بروفيسور امريكي موجود في فيديو على اليوتيوب شرح بطريقه وبمثال جدا سهل ليش الطريقه هاي كانت فعاله وشو الدراسه اللي اثبتت فعاليتها الطريقه. الطريقه هاي قال لك انه جمعوا عدد كبير من الطلاب من مختلف التخصصات ومختلف المجالات، وقالوا لهم نحن حنجرع لكم دراسه متعلقه بالتركيز حول الدراسه. فالدراسه هم الاول البحث العلمي اللي حاولين يعملوه هون، انه بدهم يشوفوا ما هو الوقت اللي الشخص يكون عم يدرس فيه كل تركيز، ما هي اقصى كميه من التركيز في الدراسه، كم دقيقه. فقالوا لك اول ما تبداوا دراسه تطلعوا في الساعه، كم الساعه؟ مثلا كانت الساعه حاليا 11 مساء، فالساعه 11 مساء انا بدات الدراسه، قالوا لهم اطلعوا في الساعه واكتبوا الوقت على ورقه، الساعه 11 انا بدات الدراسه. بعدين قالوا لهم ابداوا دراسه على طبيعتكم، اول ما تحسوا انكم بداتوا تفقدوا التركيز، بداتوا تتشتتوا، اكتبوا الوقت، كم كانت الساعة؟ وبعدين كملوا دراسة ولا روحوا خذوا بريك على كيفكم، وبعدين بدنا نجمع منكم المعلومات. فالطلاب هذول انتشروا وساعدوا الدكاترة، كل واحد هو بيدرس، مثلا كتب أنا درست الساعة 5، بعدين أول ما بدأ يحس بالتشتت كانت بعد ساعة، في طلاب بعد ساعتين، في طلاب بعد 5 دقائق، في طلاب بعد 10 دقائق، يعني كان الموضوع جدا مختلف، بس هم عملوا على شريحة كبيرة من المجتمع لحتى كان في معدل، وعملوا معدل إنه يقدر يوصف الكمية أو أغلبية الناس كم كانت مدة الدراسة، واكتشفوا أن المعدل ما يقارب 25 إلى 30 دقيقة الشخص بيكون مركز فيه. أغلب الناس كانت 25 إلى 30 دقيقة معدل الدراسة عندهم كان أعلى تركيز، وبعدين بدأوا يحسوا بالتشتت، يحسوا أنهم تعبوا، عينهم صارت تسكر، صاروا يحسوا أنهم بدهم يناموا. فقالوا أنه لو كملنا دراسة المنحنى حيكون فوق، مثلا أنه تخيلوا معي أنه في منحنى ومنحنى التركيز هيك كان عالي، وبعدين بعد 25 دقيقة بدأ يقل 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 لحد الشخص فقد تركيزه نهائي. فاللي عملوه انه قال لهم خلاص جمعوا نفس الناس هدول وقال لهم بعد 25 دقيقة ابدأ دراسة، وبعد 25 دقيقة حط منبه انه انا حاخذ بريك لمدة 5 دقائق او 10 دقائق فقط، وبعدين انا راح ارجع للدراسة. اللي صار بهي المرحلة انه لما فتحوا البريك هذا للناس وراحوا انه ريحوا دماغهم ورجعوا مره ثانيه للدراسه، بعدين قالوا لهم كمان رجعوا اكتبوا لنا الوقت متى انتم حسيتوا بالتشتيت، رجعوا اغلبهم اختاروا 25 دقيقه. فاكتشفوا بهي الدراسه انه 25 دقيقه في الاول، بعدين اخذت بريك، بعدين 25 دقيقه اخذت بريك، 25 دقيقه اخذت بريك، التركيز بيضل على نفس المستوى، ما بينحدر او ما بيقل لدرجه او لمستوى ضئيل تحت تحس انك ما عم تدرس بفعاليه. فطريقه جدا مثبته علميا، ادخلوا اقراوا عنها بالانترنت اسمها بومودورو، راح اكتب لكم اياها هون بالايدي لحتى تروحوا تدوروا عليها في الانترنت وتقراوا عنها كل الابحاث، وان شاء الله رب تفيدكم وتستعملوها في دراستكم. في ناس يعني بيكونوا 25 دقيقه كثير قليل بالنسبه لهم، فبيستعملوا 50 دقيقه 10 دقائق، بيدرسوا 50 دقيقه وبيدرسوا 10 دقائق، بياخذوا بريك بعد 10 دقائق. كمان في ناس على اليوتيوب مشهورين هاي الشغله كثير، انهم يعملوا فيديوهات كامله هم اللي عم يدرسوا على المكتب تبعهم لمده 25 دقيقه بعدين بياخذوا بريك، انتم فيكم تفتحوا وتدرسوا معهم. انا عملت نفس الشيء بقناتي، فيكم تروحوا تختاروا الفيديو الموجود في القناه تدرسوا معي لمده 25 دقيقه وبعدين توقفوا 5 دقائق، وهكذا بتمر السايكل اكثر واكثر واكثر. تكلمنا عن الموضوع كثير ما بدي احكي فيه زياده، فروحوا على القناه لو حابين تسمعوا اكثر عن الموضوع، بحكي كثير انا في القناه عن هذا الشيء. لا تترددوا انكم تجربوا هذه الطريقه، وفي تطبيقات على فكره فيكم تبرمجوهم، نعم موجود عندي على التليفون، انه يعطيك انذار
هو بعد الدراسه بعد لما تخلص تخلص دقيقتك من البدايه بعد 15 دقيقه من البدايه هو بيعمل لك السايكلز هذه تمام. خلصنا موضوع البومودورو، خلينا ننتقل للنقطه التاسعه اللي هي مصادر الدراسه. حاول ندخل لمصادر الدراسه بعد الموثوقه والمصادر تبعتك تكون مناسبه لك، وتحاول انك تختار المصدر اللي انت فايدك شخصيا، مو ضروري نفس المصدر اللي يفيد غيرك يفيد. فنفرض نتكلم على الصعيد شخص درس شغله واحده فقط ليوم واحد لمره واحده بعدين نساها.
هذه درسها المرة واحدة وبعد 3 أيام رجع راجعها وبعد 3 أيام رجع راجعها كم مرة، لو سألت الشخصين بنفس المعلومات اللي هم درسوها الشخص اللي راجع حيجاوبك بكل ثقة وحيكون هذا علم الشهادة خلاص طلع عليه أكثر من مرة. فأكدوا وركزوا كثير على نقطة المراجعة يا جماعة، اللي بنبيلكم موضوع كثير كبير. تمام، النقطة اللي بعدها اللي هي نقطة المكافأة الناس. حاول انك مخك يشوفه، المخ هو بتتعامل معه كالكره، بتتعامل مع صديقكم او مع حد ثاني او مع اي شيء انه بحياتكم. الناس بتحب انها تتكافئ على الشيء اللي بتحبه، لما تكافئ شخص وتعطيه هديه بيكون سعيد وفرحان منك، بيكون في انه عندك تحس انه في ريورد، في نتيجه للشيء اللي عم تعمله، في حد عم يقدرك. فانت لو قدرت مخك وشكرته على الوقت اللي ساعدك فيه في الدراسه وهيك، اعطيته نهايه هديه، اهديته شيء، حيكون سعيد جدا وحيكون فرحان منك. مخك دعم العلاقه هاي بينك وبين مخك. فحاول انه مثلا توعدوا نفسكم انه بعد ما اخلص مثلا ساعتين من الدراسه انا راح اروح اتفرج على مثلا برنامج تلفزيوني انا بحبه. حاول انكم تقولوا مثلا بس اخلص الشابتر الفلاني انا راح اروح والعب اللعبه الفلانيه، راح اقضي وقت مع صديق. بس ما تعملوا الاشياء والمكافآت قبل الدراسه، لانه بعدين مخكم هو راح يلومكم، انتم حتلوموا نفسكم، حيصير عندكم صراع داخلي هذا تبعي ليش انا ما درست وليش هيك سويت وتاخر الوقت وضيعت وقتي على الفاضي. اللي تعملوه تحطوا خطه، انا عندي مثلا اليوم ماتش كره او مباراه كره قدم بشوفها على الساعه 9 المساء او الساعه 10 المساء، انا راح احط دراسه مثلا من اول ما اصحى الصبح راح اخلص كل الدراسه اللي علي لحتى الساعه 9 المساء اكون جاهز حتى اشوف المباراه. شغله ثانيه مثلا انه انا حابب اني ازور صديقي مثلا او نطلع طلع مع بعض او اني اشوف مسلسل او اني العب لعبه. حط الهدف انك تعمله بعد الدراسه كمكافاه لمخك. بارك الله عليك شغله، في ناس بتحب الاكل فكل انت بتحب الاكل فكله بعد ما تخلص الدراسه كمكافاه يعني. النقطه اللي بعدها اللي هي نقطه رقم 12 اللي هي انكم تصاحبوا اهل العلم او تخلوا اصدقائكم جميعا الناس اللي بتهتم بالدراسه وبتهتم بالعلم. الناس اللي ابدا ما مهتمه بالدراسه ولا حابه ولا هاممها اصلا حياتها الدراسيه ولا العمليه، فحاولوا تركزوا وتخلوا صاحبكم، لانه الصاحب ساحب، صاحبك لو كان مهتم بالدراسه راح يسحبك على الدراسه حتى لو انت فاشل، وصاحبك اللي ما مهتم بالدراسه وهو مضيع حياته وانت شخص دفور ودحيح وبتدرس كل يوم، لو صادقته راح يقلل من معنوياتك وراح يهدد منك، فانتوا خلوا صاحبكم لاهل العلم وخلوا صاحبكم للناس اللي تهتم فيكم وتهتم بانه تكونوا منافسين لبعض وتكونوا بنفس الوقت حابين الخير لبعض، يعني ما تكونوا حاقدين على بعض، تكونوا غيرانين من بعض. لو شفت الشخص اللي معك حتى وانه هو اهل علم وبحب العلم ومهتم بالدراسه بس عم يحقد عليك وعم يغار منك لما انت مثلا تدرس اكثر منه، وعم يغار منك لو انت جبت درجات اعلى منه، ابعدوا عن هاي الناس لانه حيعطوكم طاقه سلبيه، راح يحطوكم راح يشوفوا لكم مشاكل في حياتكم. فخلوا نيتكم صادقه لله بينك وبين صديقك، انا اتمنى لك الخير وتتمنى لي الخير، رح ندرس مع بعض، رح نعاون بعض، رح نكون مع بعض اصدقاء مع بعض في هذا المجال. واتوقع الميتنج راح يخلص فراح نضطر ان احنا نقفل ونرجع نشتغل صح. برشام ومراجعة لكل شيء حكيناه عشان حتى ما ننسى، ونحاول انه نرجع كل شيء اللي حكيناه. فتمام، اللي الفقره اللي كنا عم نحكي عنها انه الواحد صح حب ناس تفيده وناس تهتم بالعلم معه بنفس الطريقه، نفسوا بعض، تهتموا لبعض، تحبوا الخير لبعض، وهذا الناس صدقوني راح مع بعض تحقق نجاحات سوا لقدام وحيكونوا صحبة طيبة في مسيرتكم التعليمية إن شاء الله. فبالنهاية حابب إني أرجع أعيد بسرعة على كل النقاط اللي كم نقطة اللي حكينا 12 نقطة، لكل ال 12 نقطة اللي حكيناها برجع أعيد عليهم هيك بسرعة. النقطة الأولى مثل ما حكيت لكم إنه الواحد إنه يهتم بعلاقته مع ربه سبحانه وتعالى ويكون قريب منه، صدقوني موطة علاقته مع ربه والدعاء والقرآن وبر الوالدين، هدول أهم شيء لحتى ربنا يعطيك التوفيق في دراستك. ثاني طريق، ثاني شغله انه الواحد يحدد مصدر الحافز او يكون في عنده حافز يقدر يساعده على الدراسه ويخفف الصعاب، يكون في عنده نظره مستقبليه للشخص اللي هو بده يصبح او لا يكون اهله فخورين فيه بالمستقبل. والنقطه الثالثه الواحد يعرف هدفه ويحدد الهدف. والنقطه الرابعه انه الواحد يكون في عنده خطه، قد تتغير لكن الهدف يجب ان لا يتغير، فنكون مركزين على الهدف تبعنا وعارفين الهدف تبعنا عم نسعى له. والخطه النقطه رقم 5 ان الواحد يتوكل على ربنا سبحانه وتعالى ويروح يبدا بدراسته ويحاول يقسم المهام الموجوده عليه لمهام صغيره لحتى يحس بالانجاز قبل ما ينجز مهام منهم. وبعدين النقطه
يقدر يدرسها. استعملوا جوجل يا جماعه، استعملوا منصات البحث ومتصفحات البحث. سيبدا في عصر السرعه، دائما بحكي هذا الكلام في القناه عندي، احنا في عصر السرعه، فهذا الشيء ان شاء الله يساعدنا انه احنا نكون ناس افضل من الجيل اللي قبلنا، لانه والمفروض انه نكون يعني علميا افضل منهم، لانه وسائل التعليم المتوفره عندنا اكثر من الوسائل المتوفره عندنا، فالمفروض نستغل هذا الشيء ونحاول انه نكون ناس احسن. النقطه اللي بعدها انه الواحد يستعمل تكنيك او طريقه الدراسه اسمها بومودورو، انه يقسم دراسته ل 25 دقيقه وياخذ بريك لمده 5 دقائق. النقطه اللي بعدها انه الواحد يحدد مصادره الدراسيه ويستعمل المصدر اللي بيناسبه والمصدر اللي بينفع معه، وما ضروري المصدر اللي ينفع معك ينفع مع شخص ثاني. كثير كثير من الدراسه تكون مراجعه. والنقطه اللي بعدها انه الواحد يكافئ نفسه، يكافئ دماغه بانه يحط مثلا ريورد او هديه لنفسه بيحمل جلسه الدراسه، لهذا الشيء هذا يساعده على انه يركز في الدراسه. النقطه اللي بعدها انه الواحد يصاحب اهل العلم ويكون اصدقائه من الناس اللي بيهتموا للعلم ويكونوا متنافسين مع بعض، بس ما تحسدوا بعض ولا تحقدوا على بعض ولا تكونوا ضيورين من بعض، اهتموا مع بعض بالدراسه وان شاء الله مع بعض بتحققوا نجاحات كبيره. في نقطه بعدها خلصنا النقاط. شكرا لكم يا جماعه، هاي كانت كل شيء بدي احكيكم اياها. فلو انتم عندكم اي سؤال حابين تسالوني اياه حاليا، ففي فريكم تكتبوا في قناه الدردشه، ولا مثلا تفتحوا المايك وتحكوا، ما بعرف هذا الشيء توصلوا انتم فريقكم، ما بعرف هذا البرنامج، انا اول مره بستعمله، احنا لما بنحضر محاضرات بنستعمل برنامج ثاني. في مواقع اخرى غير لكتوريو، في مواقع كثير، في مواقع للناس اللي بحبوا يحضروا الامتحان USMLE، مثل موقع كابلن، مثل موقع اسمه DIT Doctors in Training DIT. في موقع سموزز بس لسه مش كامل. المشكله بموقع سموزز انه لساتهم عم ينشئوا الموقع، فيديوهاتهم حلوه بس في كثير مواضيع مش مشروحه. هذا للاسف ما في فيديوهات عنك مش امن، في فيديوهات عنك مش امن. في لكتوريو، هذا الموقع اللي بعطيكم الرابط، فيه روابط لكل شيء، انه شو بدي احكي لكم، في دروس مشروحات لكل شيء وموجود بكل اللغات. اتوقع انتم بالجزائر بتدرسوا الطب باللغه الفرنسيه صح؟ في كثير منكم بيسالوني لو في لغه فرنسيه ولا لا، في ايوه لغه فرنسيه موجوده، انه بالترجمه مش بالفيديوهات، الفيديوهات بالانجليزي. اشرح لنا امتحان الرخصه الامريكيه، ان شاء الله بشرح لكم عنه بفيديو في القناه. المواقع اللي عم بحكي لكم عنها يا جماعه بتقول اسمها كلها محتاجه اشتراك، فما اتوقع انكم تقدروا تدخلوا عليها حاليا، محتاجين انكم تشتركوا. بس الحلو بموقع الفيديو انه بيوفر لكم 24 ساعه اشتراك من يعني، بس الموقع الثاني لا، بس راح اكتب لكم اسمائهم، بعرف لكم هاي اسماء المواقع. الناس اللي عم تسال على مواقع تعليميه، في قنوات باليوتيوب بتوفر تعليم مجاني للناس اللي مو قادره انها تشترك بموقع مثل الكتوريو او هيك، او حابين اول شيء يجيبوه. على فكره الكتوريو هذا الموقع كمان عندهم قناه على اليوتيوب، فيهم فيديوهات كثير مجانيه موجوده لهم لو حابين تشوفوا. بس مو الفيديوهات يعني، تلاقي مثلا فيديو فقط من سلسله فيديوهات، اما مثلا لو حابب تشوف السلسله كامله مضطر انك تشترك بالموقع. في قنوات بتوفر شرح لكل المواد، راح اكتب لكم اسمائهم هون. اول قناه اتوقع بتعرفوا اسمها خان اكاديمي، هاي القناه كثير مشهورين، ادخلوا على اليوتيوب ودوروا عليها بتلاقوها موجوده. ثاني قناه اللي هي اسمها ارماندو، هاي قنوات كثير بتفيدكم، قناه ارماندو. بعدين قناه ثانيه اسمها انا كنت استعملهم اسمها جيكي، جيكي هاي بتساعدك في معرفه الكلينيكال اكزام والفحوصات الطبيه اللي لازم تعملها على السريع، وبتبحث فيكم فتره لانه ما في تدريب بالمستشفى حاليا، ففي اتوقع اسمها جيكي ميديك او هيك شيء. وبعدين في قناه اسمها شو اسمه هذاك الولد الناصح اللي بيشرح شويه فيسيولوجي وفارماكولوجي، عارفينه؟ اسمه نينجا او هيك شيء صح؟ حد بيعرف اسمه يا جماعه يكتب لنا اياه هون. كثير بسمع فيديوهات اسمه نينجا او هيك شيء، نينجا ميديسن او هيك شيء، مش متاكد، بس ادخلوا على اليوتيوب نيرد. ايوه نينجا نيرد ايوه نينجا نيرد، هذا هو اسم القناه. فهي قنوات ممكن تروحوا تستعملوها، سموني مصادر متوفره مجانيه لنا ولكم لجميع الناس. بس اللي حابب انه يستثمر اكثر في العلم وهيك، انه يروح يشترك في مواقع ثانيه، انا بشوفهم انه جدا الموضوع انه بيفيد. وكلمنا كثير في الموضوع، ف اتوقع موضوع الاسئله الناس بس عم ترد على الكلام. كيف استحضر التركيز واطرد تشتت الذهن؟ استحضر التركيز قلنا لك انه الواحد يكون في عنده حافز، انا لو ما عندي حافز ما في تركيز، ما في انه هدف اني ادرس اصلا. حاول تخلق الحافز.
اكتب على بطاقه مثلا دكتور مثلا كذا اسمك، انه انا في المستقبل بدي اكون هيك، حط مواصفات لشخصيتك المستقبليه، انا مثلا في المستقبل بدي اكون حائز على الجائزه الفلانيه، وانا بدي اكون الدكتور المعروف اسمه في البلاد الفلانيه، بدي اكون من احسن 10 دكاتره في على مستوى بلدي، ولا انه بتخلق لنفسك بصمه. فلما انت تطلع هذا الصوره في دماغك، شو لازم تعمله انت؟ لازم تتعامل على نفسك وتشتغل وتدرس حتى توصل لهذا المرحلة. فهنا إن شاء الله بيخلق عندك تركيز دراسة. ونقطة حابب أحكي عنها بالنهاية قبل ما ننهي، التليفون جماعة هذا عبارة عن سم، التليفون عبارة عن سم، حاول أنكم تبعدوا عنه على قد ما تقدروا، يعني ابعد عنه لما تيجي تدرس. ما بس ما بينفع إنك تطفي الواي فاي، لازم تخفي، يعني أنت لازم تحطه بغرفة ثانية أو تحطه جوا صندوق وتقفل عليه، أو وأنا أحيانا بحطه تحت المرتبة تبع السرير، أو مثلا بحطه في دراج وبقفل عليه. فحاولوا انكم تبعدوه عنكم كل البعد وتقفلوه. فان لما تفكر انك تمسك تليفونك خلال فتره الدراسه، لازم مني اروح وامشي واحط هذا الجهد واطلع التليفون وبعدين افتحه واشبك الواي فاي بعدين ادخل على التليفون. في ناس اصلا بيمسحوا تطبيقات السوشيال ميديا، انا حتى حسيت انه لازم اعمل هاي الشغله، لانه بتحط لك اكثر من عقبه بطريقك قبل ما انك تدخل على التليفون وتبدا تضيع وقتك. التليفون جدا بيشتت التركيز، فحاول تبعدوا عنكم نهائيا خلال فترة الدراسة، وخلوه انه كنوع من انواع الجائزة او الهدية لمخك بعد ما خلص دراسة، انه قول مثلا انا بس خلصت 3 أو 4 ساعات من الدراسة وحمسك تليفوني لمدة ساعة او ساعتين. فنطبق نظريتين بنظرية واحدة. تمام دكتور، انا طالب بالطب البشري وللان ما بعرف التخصص اللي بدي اياه، وبحس هذا الشيء بينقص من تحديد هدفي وهيك، شو نصيحتك؟ حتى انا ما بعرف شو هدفي، شو التخصص اللي بدي اياه، بس انا بعرف انه انا بدي اكون طبيب ناجح، بس شو التخصص لحد الان ما نحدد، يعني حتى انا ما بحدد ولا حد فينا بيكون بالحد. في ناس بتنصح مثل الدكتور حسام وافي، لو بتعرفوا دكتور مصري مشهور جدا على مستوى مصر، حكى في احد المحاضرات انه هو بينصح الطلاب انه من السنه الاولى يكون حاطط في مخه انه هو الحاجه يكون جراح ولا يكون طبيب باطني، هل يكون قلبي ولا يكون نفسي. تحديد الهدف من البدايه بيساعد، بس انت في النهايه لو شفت الموضوع مو مناسب لك، افرض دخلت الجامعه وقلت انا حدرس جراحه، لما تجي تخصص دخلت الجراحه لقيتها مش مناسبه لك، حتحس بالاحباط انه انا ما صرت جراح وهيك. فحلو انك تحدد هدف عام، ما تخصص كثير لانه ما عشان ما يسبب لك هذا الشيء احباط بالنهايه. افضل الاوقات للدراسه في رمضان بعد السحور، كثير مفيد بعد السحور ووقت الظهر مثلا لو حبيته، مثلا لو اخذته درسته بعد السحور اخذته غفوه ساعه ساعتين بعدين تصحى الظهر، تحاول تدركه كمان مثلا بعد صلاه الظهر قبل صلاه العصر وهيك. تمام افضل اوقات، لا كم ساعه تدرس في رمضان؟ صراحه ما بحدد عدد الساعات، يعني بتعتمد على كل شخص. لماذا اخترت الدراسه في الصين؟ صراحه كانت الظروف اللي هي خلتني اروح الصين، فما كنت انا اللي ما كان الموضوع بارادتي، بس هل تنصح بها؟ شوف لو عندك خيارات تانية أحسن أدرس بدولة تانية، لو اضطريت أنك تروح الصين روح الصين. بأي لغة تدرس؟ بدرس باللغة الإنجليزية. دكتور كيف ممكن التركيز في امتحان طويل 3 ساعات مثلا؟ في امتحانات طولها 3 ساعات وأنتم بهاي المرحلة؟ أنا بعرف امتحانات طولها أكثر من 3 ساعات، يعني امتحان اللغة الأمريكية طوله 8 ساعات، بس بهاي المرحلة أنا صراحة ما بعرف، بس إنه ما عمري انحطيت تحت هيك نوع من الضغط، بس اتوقع هم بيعطيكم بريك بالنهايه بالنص، صح؟ بيكون في بريك ما في بريك. طب انت حاول تعمل لنفسك بريك جوا الامتحان، يعني حاول تتبع طريقه البومودورو، مع انه طريقه البومودورو ما فيك تطبقها هون، لانه البومودورو معموله انه تزيد تركيزك، اما بالامتحان انت اصلا بكون في عندك ادرينالين عالي، بكون انت اصلا متوتر، بكون نسبه التركيز اعلى. فحاولوا مثلا بين كل مثلا 50 دقيقة وبعدين تاخذوا مثلا هيك 3 دقائق، حط راسك على الطاولة، حاول انك ترتاح مثلا بالامتحان او هيك شيء. ايش اسم الدكتور المصري؟ اسمه حسام موافي، ادخل على اليوتيوب وبتلاقيه، راح اكتب لكم اسمه. دكتور مصري يعني علامة في الطب ما شاء الله عليه، وفيديوهاته جدا جميلة، ف انصحكم تروحوا تتابعوه. هذا هو حسام موافي، عنده محاضرات وعنده فيديوهات تعليميه وهيك. فاتوقع ان احنا هون خلصنا الجلسه تبعيتنا، ما بدي احاول اطول عليكم اكثر من هيك، متاخر وقت حتى انا اصلا انا الساعه عندي 1 بالليل يا جماعه، اتوقع انكم عندكم قبل هيك الساعه 10 او 11. لا تنسوا تشتركوا بالقناه للناس اللي تركي. يلا ف
شكرا كثير لكم، وننهي الاجتماع تبعنا هون، وشكرا للصفحه تبع مثل الاخوات اللي استضافتني بهذا الجلسه، وتشرفتوني، شكرا جزيلا.